يلا لو جاي في رجوع انساني يلا. اهلا بيكم في جاي ولا الدور الجاي، اول سبيد ديتنج شو في مصر. لما النور يقلب احمر عندكم فرصه تدوسوا على البازر، وساعتها الديت اللي قدامكم هيتغير. لو اتنين كملوا للاخر هيكسبوا فري سكند ديت، ويا تيجي يا الدور الجاي. عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ نهى. مودي بتعمل ايه في حياتك؟ اول سؤال. بس انا عجبني في الاول ان احنا اصلا داخلين ماتشنج كده مع بعض يعني، فان شاء الله خير يعني. ماشي. بعمل ايه في حياتي؟ بغني، بمثل، بعمل اعلانات، عندي براند مثلا لبس وكده، فهروق عليكي لبس كتير يعني. مش محتاجه حاجه من حد على فكره. لا يا مش قصدي يعني، قصدي يعني نزلي لي ستوري كده يعني. قول بقى ان انت طمعان يعني. لا لا عادي والله. انت بتعملي ايه بقى؟ انا بعمل ايه؟ بخرج. ايوه. بتعملي ايه تاني؟ بخرج في حياتي، ببسط في حياتي. مبسوطه في حياتك يعني؟ طيب دي حاجه كويسه يعني. انا طبعا اتمنى ان انا ابقى واحده مبسوطه في حياتها يعني. بتعملي ايه بقى غير ان انت بتخرجي؟ بروح الجامعه لو في جامعه عندي. طيب ده حلو اهو يعني، طالبه يعني. اه. طب نفسك مثلا يعني شايفه نفسك فين بعد 3 4 سنين مثلا؟ مش عارفه، بس شايفه نفسي موديل، شايفه نفسي بشتغل حاجه ليها علاقه بالماركتنج. مش شايفه نفسك متجوزه مثلا، عندك اسير وكار؟ لا 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 لا. مش شايفه حاجه من الحاجات دي؟ لا خالص بصراحه. يعني انت قلت عندك كام سنه اصلا؟ انا تديني كام سنه كده؟ 20. شكلي صغير قوي كده؟ لا مش صغير قوي، بس مش شكلك كبير يعني. هو 20. 23. فرقت الثلاث سنين دول فرقوا معاك يعني؟ يعني انا انت عندك 19 صح؟ اه. يعني كان عندي 4 سنين وبتنطط كده وانت يعني كنت لسه بابا انت. بابا كان بيفكر يجيب ولد ولا بنت، وعمال يجيب بنت وجاي. ما شاء الله. ايوه انا قلت ما شاء الله وماتشنج معايا وكده. كنت اصلا عارفه ان انا جاي لابس كده؟ اكيد يعني مش هلبس زيك يعني، اكيد يعني مش هعمل كده يعني. كده. قولي لي مثلا ايه الشخص اللي يعني ايه الحاجات اللي لو لقيتيها في شخص هتحب ان انت الشخص ده يبقى معاك، اللي هو ايه ده الله ده اتراكتد مي قوي يعني كده؟ انه يكون بيسمع تكنو، دي حاجه مهمه جدا. اي كملي. لا انا معاك. مش خاين شعب بقى، فيش ولاد الخاين. انا بصي اللويالتي عندي 100%. وايه تاني؟ وان ما يكونش نكدي يعني. البنات هي اللي نكديه معروفه كده. لا 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 يعني لو انت هم اللي نكديين. ازاي طيب؟ انا واحده، انا بقول لك هو ما فيش حاجه في حياتي غير انا بخرج وببسط. طب اثبت يعني مثلا. ايوه هو ما انا بقى لو جالي فرصه ان انا اخرج واتبسط مع حد غيرك. انت ازاي تخرج وتتبسط مع حد غيرك؟ ماشي. ومين قال لك ما انا ممكن اخرج مع اصحاب البنات؟ ليه اخرج مع اصحاب الولاد؟ ما انا هبسط. طب ما انت كويسه اهو. امال في ايه؟ لكن انا الناحيه الثانيه عندي كل ما بعرف حد الاقي. لا بس كده عندي بس فريندز ولاد طبعا. بجد والله؟ اه. ده لحد امتى؟ ده لحد على طول. لحد على طول؟ يعني دول اخواتي انا صغيره قوي وعمري ما اعرف ابعد عنهم. طب ما انت هتعرفيني عليهم؟ يعني هما لما يبقوا موجودين انا. لا عادي اعرفك عليهم عادي. ماشي. يعني انت دلوقتي هيبقى عندك بيست فريندز ولاد وكده؟ ولدين. طب وانا بيبقى عندي بنات عادي؟ لا طبعا. لا طبعا. ازاي يعني؟ انت انفير قوي يعني. لا انا مش ولا انت توكسيك ولا انت ايه؟ لا هو انا ماشي في ناس. لا ما اصل دي مش الشنطه بتاعتك يعني، عندي بيست فريندز ولدين. ماشي بس انت ممكن تكون جردات يعني. انا ما اعرفش البنت دي، بس انت كده كده لو شفتهم انا متاكده. طب هقول لك حاجه، انا هقنعك. ماشي اتفضل. مثلا انت الولدين دول بيحققوا لك ايه في حياتك؟ كل حاجه. أيوة. بجد كل حاجه يعني. مثلا يعني بيعملوا ايه انا ممكن ما اعرفش اعمله؟ كل يعني معايا من وانا صغيره، عارفه معايا 9 سنين تربيين مع بعض. بجد والله؟ والله. طيب. واهلنا صحاب. طب مش كفايه كده ولا؟ لا طبعا مش كفايه. بقالكوا 10 سنين ما يعني دي. انت واحد دلوقتي مثلا كل لسه عارفك سايب بقالي سنه او سنتين، فاخسر بقى صحابي اللي هم انا بتربيها معاهم وعاشوا معايا كل ده. طب اشمعنى؟ عشان خاطر بني ادم عادي دخل حياتي يعني، مش قصه يعني. ايوه بس انت ممكن يبقى جوزي. مش هتتكلم على بيست فريند؟ لا ليه؟ انا ما دوستش ده، انا بعرف. انا بهرش لسه يا جدعان، لسه في التوب. حسيتك هتفضل. انا شفت الغدر في عينيك. انت انا لسه هفتح التوبك واقول دي عقله، شكلها عقله وبهرش. غدر في عينيك وعملت كده؟ والله لا ما كنتش. كان نفسك تكمل الديت ده؟ والله انا لسه كنت هسالها ايه الريد فلاجز بتاعتك، بس هي ظهرت فجاه لقيتها متسرعه جدا يعني، يا دوب هرشت لقيتها قامت دست يعني. لو لعبت في شعري بقى ممكن تديني بالرجل توقعني. شفت الغدر في عينيك. الو. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ وحيد. حاجة بسيطة. ايه الاخبار؟ سمعت عملت باز اللي قبلي. دي حقيقة فعلا. ليه؟ حسيت ان هو بيغدر كده، بس هو كان بيهرش يعني، بس هو كان بيهرش. حسيت ان هو كان بيتكلم كتير يعني؟ لا مش قوي بصراحة. كلميني عن نفسك مش مشكلة.
اكلمك عن نفسي بالظبط، ليه ما كلمنيش انت عن نفسك الاول؟ انا احمد وحيد عادي جدا، انا ارتك ودلوقتي بقى كارير شيفت في الاكتنج، فبحاول ان انا اظبط وقتي في ان انا ما بين الهندسه بتاعي والشغل بتاعي، عندنا شركه وكده في الشغل، وان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها ليه اكتنج. كنت دخلت مسرح في جامعه. انترتينمنت في حياتك؟ انترتينمنت كنت بلعب كوره، انا كنت بلعب كوره واكتنج وانا صغير كده. لا مش قصدي كسبورت وكده، قصدي يعني بتروح حفلات ايه، بتعمل ايه؟ حفلات كده. اوكي، طب انت ايه اول حاجه الميوزك تيست بتاعك؟ تكنو. تكنو بحت كده مره واحده بحت. كان عندي كام اكس قبل كده؟ هو مش بعترف بيهم بصراحه، انا مش بيفرق معايا كده كده، بس اللي هو عادي يعني اللي انت عشان انت قلت اكس كده. ماشي، مش بعترف بيهم، هو بعترف واحد بس ده اللي انا بعترف بيه، الباقي بصراحه ما بعترفش. كان سيتويشن شيب يعني؟ لا كان سيتويشن شيب طبعا، مع بعض كنا مع بعض بقالنا 4 سنين او حاجه، بس ما فيش اي حاجه سيريس حصلت يعني ولا اي حاجه؟ لا هو في حاجات كتير سيريس حصلت واكشن ودراما، بس احنا اتنين توكسيك فالموضوع يعني كده. ليه؟ ايه اكتر حاجه توكسيك فيكي؟ تعرفوا انا لا ما فيش حد بيقول حاجات توكسيك عنه، بس عادي كلنا يعني بس عادي عندنا حاجات توكسيك عادي يعني. يعني انا برضو مستفزه. اوكي. وبتعصب بسرعه قوي وعصبيه قوي. بتتعصب على اي حاجه ولا عشان حاجات معينه بس اللي هي انت مثلا اراكم ما بتتوافقوش فبتتعصبي على الشخص اللي قدامك؟ لا يعني بتطلع لحظه عصبيه كده. اوكي، لحظه غضب او لحظه ممكن تبقى حاجه كبيره واعديها وعادي، ممكن تبقى حاجه صغيره تافهه امسك فيها، فاهم؟ عادي. هل بتتأسفي لو انت حسيت ان انت غلطت في اللي قدامك بعد ما اتعصبت عليه او قلت كلام ممكن يبقى جارح؟ بص يعني مش عارفه، لو حسيت يعني على حسب الموضوع، لو حسيت ان انا بهوقت الدنيا قوي لا بتاسف يعني. طيب. لو حسيت ان الموضوع مش مستاهل. ايوه يعني لو انت بتشوف انت فعلا انت غلطتي في الشخص اللي قدامك ولا لا؟ لا على حسب الشخص برضو يعني. أيوة. على حسب الشخص يعني، انا اي حد من بيت الاكسات التانيين عمري ما اعتذرت لهم ولا اتاسفت لهم ولا كنت كده، بس اخر حد ده لا حتى لو انا مش غلطانه كنت ممكن اعتذر عادي. طب ايه اكتر حاجه انت بتحبي تعمليها؟ اما انا هقول لك، انت لسه قايله من شويه ان انا اروح حفله تكنو اتبسط فيها غير حفلات مفيش حاجه بتعمليها مثلا اللي هو مع نفسك تخرج؟ كنت بركب خيل. طب ده حلو ده. كنت بركب خيل بقالي مثلا 5 سنين او حاجه زي كده. بطلتي؟ بصراحه بطلت. اتحلت اصابه ولا عشان امتحانات؟ لا ولا امتحانات ولا اصابه. أوكي. عشان كنت بتسحل بقى مع اصحابي وكده، فاهم؟ في الحفلات وكده، ف يا اما اروح حفله. يعني انت ديديكيتد قوي قوي للحفلات، انت الحفلات دي حاجه كبيره قوي في حياتك. بالظبط، حاجه كبيره جدا في حياتي. طب لو حد ملوش في الحفلات قوي، هل ده يبقى بالنسبه لك مشكله ولا لا؟ يقن معايا بقى يعني. لا وعادي قشطه يعني. بس اللي هو معايا بس انه مثلا انت لو مش عايز تروح اوكي، بس ما تقوليش ان انا ما روحتش. لا كاننا يعني بنشير، زي ما انا مثلا اجي لك حفله تكنو انت مثلا تيجي معايا حفلات مثلا نشوف ايه الحاجات اللي انا بحبها، نحضر الحاجات اللي احنا بنحبها مع بعض كده. ماشي اوكي انا معاك، بس برضو يعني معظم الحفلات هتكون تكنو، مش أوكي. يعني ممكن حفله او اتنين اللي يكون على ده. طب ايه ذكرى ما لسه يعني حاجه معلمه في دماغك يعني في الجامعه او انت صغيره، حاجه معلمه حصلت لك وانت لحد النهارده لسه كل ما تفتكريها ممكن تتضايقي تبسطك، حاجه كده مأثره فيكي في الجامعه؟ في الجامعه او انت صغيره عادي في طفولتك؟ مفيش اي حاجه حصلت ممكن تكون اثرت فيا وكده بصراحه، غير حاجه ليها علاقه باكسي يعني بس، لكن حاجه تانية لا مفيش حاجه بتاثر فيا يعني. مفيش حاجه عائليه؟ مفيش حاجه مثلا حد فاجئك بحاجه، حد بصلك بحاجه ماشي معينة. في كل الكلام ده، بس اكتر حاجه لا كانت ليها علاقه، كان ليها علاقه ريليتد باكس. قعدتوا قد ايه مع بعض؟ 4 سنين. 4 سنين. والاكس اللي قبليهم؟ ما هو الاكس اللي قبليهم دول يعني مش معترفه يعني، فاهم؟ يعني من الاخر زي ما انت قلت ما اعترفتيش بيهم يعني. مش معترفه بيهم يعني. هو ده كان اكتر حاجه يعني سيريس انت كان موجوده في حياتي. ايه اكتر حاجه بتحبي تاكليها؟ عشان ده سؤال مهم جدا. سوشي. بحب الطبخ. سوشي. انا بعشق السوشي. بحب السوشي قوي. بحب السوشي. بحب السوشي موت. انا اسف بجد. ايه الحته هعمل لك عشان انت ما بتحبش تكنو؟ طب على فكره بروح حفلات تكنو، بروح حفلات تكنو عادي، بس انت حياتك كلها متعلقه بتكنو. اتبسطتي في الديت ده؟ لا انا شايف في توافق مع بعض. مش فاهمه ايه مشكلته في اكس، ايه مشكلته في التكنو، ايه مشكله في الاثنين؟ هاي الاخبار وحيد حبيبي الاخبار بيقولوا كلام عنك حلو قوي. زيف قوي صح؟ ايه قالت ايه؟ طيب يعني قالت عادي. لذيذ لذيذ الكلام. انت بصي كده شوفي انت احكي بنفسك. خير. مين حبيبه؟ كلميني عن نفسك. انت عندك كام سنه الاول بس؟ 23. انت عارفه عندك كام سنه؟ خمن استنى، انت طالما قلت كده انت اكتر، بس انت شكلك ادي 20 21 يعني. لا ايه داخله على 19. داخله على 19. طب لسه صغير. بتحبي تعملي ايه في حياتك؟ يعني بحب اخرج مع اصحابي. انت عندك مشكله مع اصحاب الجامعه؟ لا خالص. الولاد؟ لا خالص. حلو. انت عندك اصحاب في الجامعه بنات وكده؟ عندي اصحاب كل حاجه. عندك بيست فريند؟ عندي بيست فريند. لا ما عنديش بيست فريند. طب حلو. ماليش انا في البيست فريند، ماليش اي حاجه. بتعرف تعمل اكل؟ بعرف. بحب الطبخ. ما انا خدت بالي. بتحب تعمل ايه؟ ليه؟ اشمعنى؟ يعني كان في سوشي ادسله بس. اوكي. هو السوشي وصل لكم جوه؟ ما انا بقول لك في كلام حلو كتير. لا بعرف اعمل كل حاجه، بحب اعمل ديزيرتس وبعرف اعمل مكرونه بشاميل محشي. شوف انت عايز ايه وانا ممكن اعمله. حلو ده. لا ثانيه، انت حاسك كده لسه موضوع الكلام اللي جوه ده مقصر؟ لا عادي.
تشتغل؟ مهندس معماري، عندي الشركة الخاصة بتاعتي وشغال في مكتب انتيريور ديزاينر، بس دلوقتي شغال في الاكتنج اكتر وبشتغل في الورش تمثيل، بحاول ان انا يعني اكمل في التمثيل وكده. هم يعني بيقولوا يعني المهندسين دول ايه مالهم؟ يعني حلوين يعني. حلوين جدا، بس مش قوي. مش قوي هي بس السمعة. اما لو عرفت ان اسم احمد على فكره انت عارف هو اسم احمد ده سمعة هي طالعه عندنا، يعني انا اتولدت نمت صحيت لقيت مره واحده ان انا توكسيك بدون اي ذنب. عامه باين عليه. فاهم بجد والله؟ هل ده ستيريوتايب معين يعني ولا ايه بالظبط؟ لا هو بيبان على وشهم كده. تمام. انت تشوفك كده تحس ان توكسيك. انا توكسيك. تمام. مش اتش في ايه الميوزك تيست بتاعك؟ طيب بسمع كل حاجه يعني، لو فتحت التليفون هتلاقيه فيه كل حاجه. بتسمع تكنو؟ لا. طب الحمد لله. طب ايه اكتر حاجه طيب مأثره فيكي من فتره المدرسه؟ يعني انت دلوقتي لسه داخله جامعه جديد، ايه اكتر حاجه مأثره فيكي من المدرسه لحد الجامعه دلوقتي؟ لا عادي، بس هي يعني مرحله مختلفه بقى وكده، واللي هو مش كنت عارفه متى اسمه احمد يا جدعان. كنت عارفه يا احمد. تفتكري هو ده ليه؟ عشان اسمه احمد. ليه؟ وعشان مهندس. اوكي. ايه الاخبار؟ وحيد. تمام. شاد. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ اما حاجه قالوا حاجه عني جوه ولا بتاع تخضك ولا بتاع؟ خالص. اوكي. انا مش باين يعني، انا مش محتاج تقول. كلمينا عن نفسك. لا ايه السؤال؟ لا اسم. عادي. مين شهد؟ احكي لي هي مين شهد؟ بتعملي ايه في حياتك؟ لا انا اكيد مش هحكي لك 20 سنه مين شهد. احكي لي اخر سنتين انت عامله حاليا، مش عايز اخر 20 سنه. ماشي اوكي. بعمل ايه حاليا؟ عطله. اوكي. لسه سايبه الشغل. ليه؟ عايز اركز في حياتي اكتر. تمام. نفسك تعملي حاجه ثانيه يعني اكتر من اللي انت بتشتغلي فيه؟ نفسك تعملي ايه؟ امودل مثلا او افتح بيزنس. طيب ايه اللي مخليكي انك لحد دلوقتي ما عملتيش ايه ده؟ لا انا بموديل اوريدي. انت قلت اوريدي بتموديل. بموديل وبمثل. انت تمام. بتمثلت في حاجه قبل كده ولا لسه؟ مثلت في ايه؟ مثلت في شورت موفي وفي مسرحيه. اوكي. انت اصلا متخرجه من ايه؟ لا لسه ما اتخرجتش. لسه ما اتخرجتيش. طب بتدرسي ايه دلوقتي؟ بزنس انفورميشن سيستم. مبسوطه؟ يس يعني. بصراحه اهم حاجه. انت ايه؟ انا لا انا هندسه. أوكي. هندسه اركتكتشر. هندسه عماره. ده بس عشان ايه؟ بسيط عشان التمثيل. رومانسي كمان يا نهار قوي. ايه اكتر بتحبي ايه اكتر اكشن او روم كوم او بتحبي ايه الحاجه اللي انت تحبي تتفرج عليها؟ ساينس فيكشن ورومانتك. ساينس فيكشن ورومانتك. ايه اكتر حاجه بتحبي رومانتك؟ لا لاند. طب بالنسبه للافلام عربي ولا ما بتتفرجيش على حاجه عربي؟ مش قوي، بس بحب اسف على الازعاج. اسف على الازعاج عشان احمد حلمي ولا؟ الاثنين. الفكره بتاعت الفيلم حلوه. طب ايه طيب تاني من الممثلين بتحبيهم؟ من الممثلين نفسك تمثلي مع مين؟ سؤال حلو. كراجل ولا ست؟ ده وده. ماشي. كست سلمى ابو ضيف. طب من الراجل كتمثيل ولا كحلاوه بقى وكده؟ انا عارفين الاجابه بقى. كتمثيل. كتمثيل مين حلو؟ احمد حلمي. بعيدا عن اللي عمله اخر فتره، بس لا هو احمد حلمي. هو كل مش احمد حلمي بس، هو كل حاجه الدنيا الفتره اللي فاتت وقع يعني، حتى ما كانتش نفس الحاجات اللي احنا كبرنا عليها او اتربينا عليها. يعني حتى الدنيا هاديه شويه. تمام. انا حاسك قريب قوي، اقرب مني يعني. انا عقبال ما افكر. لا خالص. اصلا انا ورا خالص براحتك جدا. مش انت عايز تعمل ايه؟ خلاص مستمع. سؤال مهم انا نسيت اساله. اوكي. انت ساكن فين؟ انا ساكن فين؟ الصوت ده خضني. ليه انت ساكن فين؟ لا قول انت الاول. انا مدينتي. اوكي. اكتوبر. شامم ريحه اكتوبر. مش مشكله. ايه يعني ساعتين؟ ساعه ونص. ساعتين سفر. مش مشكله. عادي جدا. عادي. انت هتضحي وتيجي؟ هضحي. ماشي. هتيجي عادي جدا. ماشي. بلد تانية مش مشكلة. اوكي. انت كان عندك موضوع اكتوبر ده ازمة طبعا في الخروجات وكده. هل انت بتخرجي اصلا بره اكتوبر بتيجي القاهرة ولا انت بس خروجاتك كلها في القاهرة؟ لا باجي. انا شغلي كان في التجمع. شغلك في التجمع؟ وجامعتي في المعادي. جامعتك في المعادي. انا في القاهرة اصلا. يا لهوي. يعني كل يوم تضربي نفس المشوار من هنا وهنا وهنا هنا؟ بالظبط. فكمان مش الخروج هجيله يعني، مش هجيلك مدينتي بصراحة. ايه اكتر مكان انت بتحبي او تنبسطي تروحي؟ دهب. رحت الساحل والجونه والحته دي قبل كده، انبسطتي ولا ما انبسطتيش زي دهب ولا ايه؟ لا حاسه ان دهب حاجه ثانيه، حاجه مختلفه. هي المايه بتاع البحر الاحمر كلها عامه، عارفه اللي هو انت بتبقى قاعده كده اللي هو لا انت قاعده مبسوطه. اللي هو بتستجمي. اوكي. سوري انت كذاب جدا. انت مش هتيجي اكتوبر. ايه؟ انت مش هتيجي اكتوبر. كلكم بتقولوا كده. مين بقى من الثلاثه اللي قعدت معاهم احسن واحد؟ لا شاد. يا لهوي تهرجني. خلاص تعالى رجع. عايز اقول لك ده حاجز بس اكتوبر بس. انا ما تعرفش لسه كنت قلنا ان انا عندي اصحاب في اكتوبر عادي، فانا بروح اكتوبر كتير. انا في خناقه دلوقتي عايزاك. استنى ساعتين. مساء الفل. مساء النور. الاخبار عامله ايه؟ معلش بس قبل اي حاجه. لا وريني انا كده. انا هوريهم بس الاول باقيه من بحرها الى نهرها. فلسطين يا جماعه معلش سقفه بعد اذنكم. اسمك ايه؟ شاهد. انت اسمي ايه؟ عمر. عمر عطيه. بالنسبه للورد ده كان اللي قبلي هو اللي جايبه بتاعي صح؟ فحاول تعلي الليفل. ملوش لازمه بقى. طب انا ممكن ارميه كره.
تقولي لي طب كلميني عن نفسك كده، بتعملي ايه في حياتك مثلا؟ تحبي الرياضه؟ اسال بجد؟ بتلعبي حاجه يعني؟ كنت بلعب طول عمري رياضه كل حاجه. بص قول حاجه كده، قول رياضه وانا هقول لك لعبتها. كوره. لعبتها. لعبتي كوره؟ لعبت كوره. تنس. لا دي ما لعبتهاش. لعبتها. هاندبول. لعبتها. بجد والله؟ انا كنت بلعب هاندبول بقى. بجد؟ بس يعني موقف كده. طب اساليني شويه، انا حاسه انا بسال لوحدي. ما انت ما سبتنيش فرصه، انت حتى الاجابات يعني اديني. اوكي هقول لك، هسالك سؤال مهم جدا. اساليني. تحب تبقى بطاطسايه ولا نمله؟ وفكر. ايه ده؟ حاسس ان الحاجتين يعني مش كويسين يعني، هو سؤال غريب بصراحه يعني. بس حلو، اسمع مني حلو. ما هو لازم اجاوب على حاجه منهم يعني؟ حاسس حاجه. وبسبب. بسبب؟ ادي اسباب. بصي هو انا ممكن ابقى بطاطسايه لان انا عمري ما هبقى نمله يعني، حاسس النمله دي سيئه قوي، البطاطسايه دي برضو وحشه يعني. بس لو اختي يعني، هو انت مدالي حاجتين وحشين. بطاطس وحشه؟ يعني ما بتاكلش فرنش فرايز؟ ما بتاكلش فرايز؟ يعني مش عارف، بس ما اتمنيتش اكون فرنش فرايز. اتليست الناس يعني هتاكلك تستمتع كده يعني، هيبقى ليك فايده. مش عارف ارد اقول ايه الصراحه. هو انا عندي سؤال، بس هو السؤال ده انت فكرتي فيه قبل ما تقوليه ولا حد قاله لك ولا انت؟ لا لا لا، فكرت كويس جدا. طب ممكن اعرف ايه سبب يعني؟ قولي لي ايه الاجابه. لا ما انت ما جاوبتنيش. انا هختار ابقى بطاطسايه. بطاطسايه مش نمله؟ نمله وحش. هقول لك على حاجه، انت لو نمله دلوقتي انت هاكل البطاطسايه. طب انت تتمني تبقي نمله ولا بطاطسايه؟ في الاول كنت عايزه ابقى بطاطسايه، بعد كده بقيت نمله. ده سؤال مهم قوي. ماشي اتفضل. انت شايفه ايه على العريس وايه على العروسه؟ اللي على العريس. على حسب انت بتفكري ازاي، عايز اعرف تفكيرك. هو مش كل حاجه على العريس يعني، انت ممكن مثلا هم بيقسموها كده، انت عليك الشقه اكيد، الفرح. ماشي. ايه ده ضايقتك قوي البطاطسايه والنمله كده؟ مش لاقي بصراحه، انا اسف. طب كل حاجه على العريس. هاي ازيك، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ ازيك؟ نهى. وانت؟ عمر عطيه. اوكي عندك كم سنه؟ عندي 25 سنه. انت عندك كم سنه؟ 19. مش مشكله، مش حاجه مش حاجه وحشه يعني، فارس 6 سنين يعني. لا عادي. طيب قولي لي كده، كلميني عن نفسك، تحبي ايه، تعملي ايه في حياتك؟ تدرسي طبعا في جامعه ايه؟ ما قلت كده مش عارفه زعل ولا ايه فاتوا يعني، بس قلت ان انا بحب اروح في حياتي، بحب اتبسط في حياتي يعني. انا ما سمعتش اي حاجه بصراحه. قلت مش عارفه ليه، دي حاجه ضايقت فاهم من اللي فاتوا كده. ان انا بحب اروح حفلات وبحب اتبسط. ده ايه المشكله؟ طب وحش ان الواحد يتبسط يعني؟ مش عارفه عندهم مشكله بس مع التكنو تقريبا يعني. ده احلى حاجه التكنو. ما تهزرش بقى كده كده. طب ما اكمل الاول. انا مش فاهم، انا جيت متاخر. مش مشكله. طب قولي لي، طيب انت بتدرسي صح؟ في سنه كام؟ في طلعت ثالثه دلوقتي. انا كده كلمني بقى على التكنو، خلينا بس في الحاجات الحلوه دي. طب ايه بتحبي تروحي حفلات عامله ازاي يعني؟ انت بقى اكتر ايه حاجه بتحبي تسمعها؟ انا كده كده بروح كل الحفلات، حتى اندر جراوند، حتى لو في حاجه بجد يعني. اوكي انا بروح برضو حفلات، بس يعني ما فيش حاجه معينه يعني، عادي بروح حفلات التكنو وبروح حفلات تانية برضو، مش شرط تكنو يعني، بس بحب التكنو. ماشي. ما انا برضو بسمع حاجات تانية كتير. بس بحس ان مفيش حاجه ممكن تستاهل ان اروح حفله تانية فاهم، لو عشان يعني مثلا انا ممكن لو صحابي بس. لا بصراحه يعني، حتى اصحابي برضو فاهم زيي، فمش بحس ان الموضوع ده مش بيشكله مشكله بينا خالص يعني. بتحب عمرو دياب؟ لا. اوكي. ولا تامر حسني؟ ولا لا يعني قشطه. مش بحب. اوكي يعني ممكن بحب ابي وبحب راب اكتر. مش بحب. اوكي تحبي ابي؟ تحبي ابو الانوار؟ بحبه، بس اكتر واحد بحبه ابيو فاهم يعني. اكتر ممكن ما اسمعش ابيو جامد بصراحه. لا لا ابيو، ابيو خطير. بس ابيو او بابلو اكتر اتنين بحبه. انا بسمع كل حاجه، بسمع انجلش حاجات كتيره، بسمع ذا ويكند، بسمع كل حاجه، مثلا ترافيس سكوت برضو تكنو يعني، مفيش حاجه معينه، بس بيبقى في تراكات معينه عجباني. طب ايه اكتر حفله رحتها تكنو وانبسطت فيها؟ اتبسطت فيها قوي. مترو بومن. ايه سميتو بوم؟ مش تكنو قوي يعني. لا بس يعني قشطه. مش لا بتكلم فاهم. ادم بورت يعني. بس انا بالنسبه لي اتبسطت اكتر في مترو بوم بصراحه، بحسها تكنو يعني. انت ادرى بصراحه. لا انا بالنسبه لي ابرا كدابرا. ابرا كدابرا. اوكي دي اكتر حاجه. انا شفت الستوريز بصحابي كانوا هناك، بس انا ما روحتش يعني بصراحه. طب قولي لي، بتحبي الكلاب؟ بحب الحيوانات بجد والله. بتحبي نوع الحيوانات كلها عامه؟ بحب الحيوانات كده كلها، بس عايز اجيب كلب، بس ماما مش موافقه يعني. كان عندنا كلب ومشيناه. عندي قطتين بجد. بس انا مش بحب قطط قوي، بس يعني بس هم موجودين في البيت يعني. بالظبط. انا عندي كلب برضو، كلب جولدن حبيبي ده كيوت. بس انا يعني مثلا ممكن اكون نايمه، فبصراحه مش هصحى اكله، فاهم؟ مامتي اللي تضطر تهتم بيه وكده، فعشان كده مش. انت ما بتحبيش يعني تعملي ايفورت في حاجه زي دي؟ انا مش بحب ايفورت في اي حاجه اصلا. طب تعملي ايفورت في ايه بقى؟ في اي حاجه اصلا؟ عادي بقى، ولا ريليشن شيب ولا اي حاجه؟ لا يعني لما بضطر ان انا اعمل ايفورت فاهم في حاجه كده فاهم، بس انا ببقى اغلب الوقت بصراحه مش بعمل ايفورت في اي حاجه. اكذب يعني؟ لا انا ما قلتش تكذبي، انا قلت انترستنج يعني. طب عندك بيست فريند ولد؟
طبعا ده اساسي. هم ولدين مش ولد واحد. ولدين؟ انا اصلا استغربت يعني قلت ايه ولد واحد؟ لا هم لا هم ولدين. جدع بيستفندوا ولدين. صعبه يا جماعه قوي. ليه لا انت ممكن تشوف الحلقه بقى تكنو يا معلم. انت قلت على فكره ان انت موافق واتبسطت بالموضوع. صراحه كنت بشتغل على كنت بهودها يعني. مستني النور ينور بس عشان ادوس بسرعه. وانا كمان كنت تقرا عمرو دياب يعني. مش اصلا منك. لا 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 صعبه. ايه عامله ايه اخبارك؟ ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ حبيبه رضا. انت اسمك ايه؟ عمر عطيه. بصي هو مبدئيا كده انت سمعتي اي حاجه من اللي قبلك او حاجه يعني؟ لا. متاكده؟ لا ما سمعتش ما لحقوش. ماشي هو عامه يعني هي كانت بتسمع تكنو كده بس انا كنت بصراحه هو ليه التكنو فيه مشكله مع كل ال انت بتحبي تكنو يعني؟ لا انا ما عنديش مشكله معاه عامه يعني بس عندي مشكله في الفايبس بتاعه الحفلات بتاعته شويه. هو ممكن يكون بحبه بس انا اصلا ما جربتوش. انت ما جربتوش اصلا؟ انا ما عنديش مشكله مع الاغاني يعني لذيذه ساعات بسمعها طبعا بس عمرك ما رحت حفله قبل كده تكنو؟ لا حفله عامه لا انا بروح حفلات كتير. لمين مثلا؟ عشان جرب. اخر حفله بقالي حبه بس كانت تقريبا لا يا مترو بومين يا تامر عاشور مش عارف بقى واحده فيهم. انت عندك مشكله مع رومانسي يعني وكده؟ تامر عاشور رومانسي مع عمرو دياب بقى وتامر عاشور كلهم بيسحبوا بعضهم وشيرين بقى. طب انت كان في مترو بومين يعني انت فوتيها برضو يعني ما عندكش؟ لا انا ما اعرفش مين مترو. مش مشكله عادي عادي يا جماعه عادي ما بتسمعش مترو بومين عادي. طب انت بتسمعي مين عشان ابقى عارف دماغك؟ بس انا حاسس ان انا قلت لك متاكده ما عدا مترو بومين وعدا تامر عاشور. لا بسمع تامر عاشور. سمعت تامر عاشور؟ طب ما انت كويسه يا بنتي امال في ايه؟ تسمعي عمرو دياب؟ بسمع كله، بسمع عمرو دياب وزازا وعبد الحليم وام كلثوم وتامر عاشور، بسمع كل حرفيا حاجه. مين زازا؟ زياد زازا؟ طب ما توضحوا يا جماعه لازم تقولوا يعني. زياد زازا خط احمر؟ لا 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 على فكره علشان انا مشهوره بالترند بتاعه. بجد؟ على فكره انا لو فتحت البلاي ليست بتاعتي هتلاقيني عامل 6 اغاني لزياد زازا ورا بعض. ده بجد على فكره مش بقول لك كده. انت قلتي لي عندك كام سنه؟ 19. 19 انت عندك كام سنه؟ تديلي كام؟ 24. حلو 25 يعني. انا هو بحس ان الناس مكتوب عليها سنها. لا بجد يعني لو مثلا ممكن اشوف حد اقول هو 20. طب قولي لي حاجات تانية بتعمليها في حياتك غير الكونسرتس يعني؟ مفيش خروجات بقى مع اصحابي مش عارفه ايه. بشتغل اسيستنت. بجد والله؟ انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل سيلز في شركه مالتي ناشونال. حلو. طب انت اسيستنت ماده ايه؟ بيولوجي. برافو عليك. انت قلت لي بس انا كنت ادبي اصلا. بجد والله؟ انا كنت ادبي برضه. سؤال اهم، اهلاويه وزملكاويه؟ انا مش بتابع الكوره بس على حسب حبيبي هيحب ايه. انا احب بتحب جو الحفلات بقى وكده؟ الحفلات بعيدا عن المغنيين حفلات. جدا عامه بجد والله. انا قلت لك ان انا هعمل عيد ميلادي مرتين. عادي ايه المشكله؟ في شهرين مختلفين. ممكن اعرف السبب بس؟ عشان انا مولوده في شهر ويوم ومكتوبه في شهر ويوم. يعني انا مولوده 22/9 بس انا اصلا مكتوبه 1/10 فانا بحب اعمل في الاثنين. مثلا ممكن ننزل ستوري في شهر والعيد ميلاد في شهر. بس هي مش حاجه وحشه يعني. انا ما عنديش مشكله الاحتفالات يعني بس الهدايا تبقى مره واحده بقى. لا انا بحب الهدايا بصراحه يا جماعه. طب انت بتحبي تجيبي هدايا؟ بحب اجيب وبحب يتجاب لي. خلاص كده تمام. ممكن حاجه حلوه. حاجه حلوه؟ طب ما انت طب انت يعني حاجه بس يعني حاجه حلوه في عيد ميلاد ومثلا حاجه كبيره في عيد ميلاد. لا ماشي ده حقك بصراحه. حقك ماشي. طب انا عيد ميلادي قبل الفالنتاين او بعد الفالنتاين بثلاث ايام. هجيب هديتين. هتجيبي هديتين يعني؟ افترض دلوقتي احنا متصاحبين هتجيبي هديه ساعه الفالنتاين وهجيبي هديه عشان عملتها قبل كده. عملتيها قبل كده؟ عيد ميلاده كان يوم كام؟ مش فاكره بس هو كان عيد ميلاده قبل الفالنتاين فانا جبت له هديه بعد كده جبت له هديه في الفالنتاين وهو ما جابليش وبعد كده سابني. دي حاجه وحشه قوي يا جماعه والله. اشتم اشتم؟ يا بس شايف انا تخوني؟ خلاص انا على فكره اتخنت كتير قوي. هو ليه؟ بجد؟ انتوا ليه كده يا رجاله بتخونوا؟ ايوه يعني مش حاسس. مش شرط الرجاله كلها تبقى لا شرط عشان يعني الكام مره ارتبطت فيهم كانوا كلهم خاينين يعني. ما يعني فخلاص اللي هو مستسلمه ان ما خنتش قبل كده حد عامه. انت حاسس انك مصدقني ولا حاسس انك كداب؟ لا بصراحه حاسس انك كداب. طب ايه السبب اللي مخليني عشان كل رجاله كده؟ يعني انت اي راجل هتشوفيه بالنسبه لك كداب؟ لا ما انا بحبه بقى. اي راجل خاين؟ ما كلهم كانوا كده. طب ماشي ممكن تبقى تجاربك وحشه يعني. يعني في قصدك؟ انت بتقولي تجاربك وحشه حظك وحش. يعني حظي وحش قصدك؟
يا بنتي انا ما غلطتش فيكي، بيقول لك حظك وحش، ده بالعكس انت تستاهلي حد احسن. بس فريند ولد يعني مثلا معانا في الجامعه، على فكره ما عنديش مشكله خالص مع بس فريند ده بجد يعني، بس هو الفكره ان الناس يعني ممكن يبقى بالنسبه لي بس فريند حاجه وبالنسبه لواحده يعني بالنسبه لك انت حاجه وبالنسبه لي حاجه، فما يعني تعرف عليه ما عنديش مشكله اصلا مع البس فريند. بس هي الفكره ما هو يعني هو بس فريند ده وظيفته ايه في الحياه، هي المسمى بس بيختلف يعني. احنا ممكن نسميه فريند عادي اصلا، ممكن نسميه عادي زميلي ماشي فريند، وما عنديش مشكله حتى مع كلمه بس فريند. هو الفكره بيعمل ايه بقى في العلاقه يعني؟ انت عندك بس فريند بنت؟ يعني انا ما اعرفش والله، ممكن عندي اصحاب بنات ما يعني ما اعرفش اسمهم ايه. لا بيست فريند بتحكي لها كل حاجه، مثلا لو اتخانقنا تروح تقول لها اصل هي عملت كذا كذا، عامل ايه وانا مصاحب. يعني ليا اصحابي في يعني قريبين مني، بس بتهيالي لما ببقى مصاحب ببقى محترم ان الشخص ده موجود يعني، ده الصاحب يعني. لو ضايقتك تروح تقول لها حبيبه ضايقتني عامل ايه؟ اصلا مش هحكي ان في مشاكل ما بيني وما بين حبيبها. حلو. طب انت لو مكاني بقى، انا دلوقتي اتخانقت معاك وانت قلت لي عندك بس فريند تقريبا صح؟ لا ما عنديش، بس عندي صحاب عادي يعني عادي. اصل في يعني مثلا اللي كانت انا اصلا مش فاكر اسمها موجوده قاعده تقول انا عندي بس فريند، لا اتنين بس فريند، هي بس سبقتني يعني، انا كنت عايز ادوس بس هي مش عارف بقى زقت ايديا. طب الدنيا ماشيه كويس. حلو. طب انتوا ممكن تساعدونا في الاسئله يا جماعه على فكره. وهنا كان لازم ندخل. شكرا. ممكن ما تساعدوناش برضو. انا اتبسطت والله. وانا ما اتبسطتش بصراحه. عامله ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. مودي حبيبي. واضح ان احنا في بينا حاجات كتير مشتركه يعني. لا لا بس هي بدايه حلوه يعني. انت اللي عامله الميك اب بنفسك؟ عجبك؟ لذيذ. حلو الايلانر والله لذيذ. طب الناحيه الثانيه؟ ولا اي شادو؟ يا لا لا ما احطش اي شادو. طب بجد والله انا قلت اللي حافظ اصلي كده. ماشي. لا بس هو لذيذ يعني. شكرا. ايه بتعملي ايه بقى؟ في ايه؟ انا هقعد كده عشان برضه هما بيتخضوا. بيتخضوا في العلاقه. ما تهرسش بس. لا لا مش فارق. ايه بقى بتعملي ايه في حياتك؟ بعمل ايه؟ مفيش، بخرج مع اصحابي. لا انا بعمل اعلانات. عملت اعلانات كتير وبمثل بغني. انا سمعت صوتك. ايه رايك؟ ممكن تدينا حاجه عادي؟ اديك حاجه صغيره يعني؟ حاجه صغيره بقى جاي تقول نفتح باب لسنين مقفول، معلش مفيش في ايدي حلول تنفع ترضيك، بمرت مين افضل لنا حتى ديتين، ده تقيل على قلبي اتنفس هوا بيطير حواليك. يلا لو جاي في رجوع انساني. يلا. هو انا ليه كل ما اقول لواحده انت بتعملي ايه تقول لي انا بخرج مع اصحابي؟ انا ما بخرجش. لا ما احنا هنخرج مع بعض بقى. دي فكره جميله. طب انت يعني نفسك تحققي ايه في حياتك؟ توصلي لايه بعد فتره معينه يعني؟ عايزه امثل. بجد والله؟ يعني احنا فينا شبه من بعض في حاجات كتير. شبه الفلتر اللي انا بحطه على تيك توك. انا شبه الفلتر؟ بجد. اوريك الفيديو؟ هبقى اوريه لك بقى في بعد الحلقه. شبه الفلتر شكلي مش بني ادم يعني؟ لا شكلك امور يعني. حبيبه قلبي والله. طب سنه كام؟ انا لسه مخلص من اسبوعين كده. ثانوية عامة؟ لا جامعة خالص. ماشي. خلصت خالص بقى، داخل على الجيش. انت ايه بقى؟ سنة كام؟ شكلك صغيرة صح؟ رايحة تانية. تانية ايه؟ سنة. تانية جامعة، جامعة، تانية جامعة. جايبينها ربيها ولا ايه؟ وبرضه البنات بتحب الصح ولا ايه؟ بيحبوا. بيحبوا اللي هو الولاد الناضجه شويه يعني عنهم. انت ناضج؟ شويه عنهم. طب عندي سؤال بجد ليك مصيري. يلا. هو احنا لو اتصاحبنا هنعمل تيك توك مع بعض؟ احنا نعمل كل حاجه. غرمت يا جماعه. ايه؟ كنت عايز اسالك سؤال بقى، ايه اكتر حاجه انت دلوقتي شايفه شخص هو جاي ما تعرفيش عنه حاجه؟ ماشي انت شفتي شكله. شايفة. ايه اكتر حاجه بقى اتراكت يو كده بتجذبك ليه؟ ريحته. انت بتشمي الريحه من بعيد يعني؟ ريحته ومنظره يعني. طب ايه رايك في ريحتي؟ ما رشش لسه. حلو حلو. لا بجد عشان اكس التايم ما كانش بيستحمى تقريبا. بجد؟ طب ليه بنتكلم عليهم؟ كان بيلبس حلق. يمكن كان بيلبس ايه؟ حلق. ايه تاني غير؟ انا حاسسك تعرف بنات كتير قوي. ليه يعني؟ انا شكلي هو باين عليك. انا ما اعرفش الجمله دي بتتقال لي كتير وانا مظلوم فيها اصلا، انا عادي يعني. يعني تعرف كم بنت مثلا بتكلمهم دلوقتي قريبين كده؟ كتير يعني مش عارف تعدهم؟ لا بس انا مش قريب من ناس يعني، انا اعرف بنات كتير بس مش قريب من يعني مش قريب من حد غير اللي هو اللي هيبقى في حياتي، فاهمه؟ انت ايه حوار البيست فريندز في حياتك؟ يعني انت عندك بيست فريند وبتاع وبتنزل؟ لا انا ما عنديش بيست فريند. انت عندك بيست فريند؟ لا بس خلاص. طب سلمي عليا حبيب قلبي. انا مبسوط يعني، هو في حاجه ابتدت حلو حلو ماشيين حلو، السلسله زي بعض، بيغني صوته حلو. هنغني مع بعض. ايه اكتر اكل بتحبيه؟ يعني اكل انت لو شفتيه تحسي ان انت مبسوط. انا بجد بحب كل الاكل. بحب البيتزا. بتحب البيتزا؟ بحب البيتزا. نفسي رايحه على البيتزا. بتسمعي مين؟ بسمع كله. بتحب زوزه؟ زياد زوزه؟
انا عامل معاه فيديو كليب اخويا. حلو ده اخويا زازا. ايه تحب التكنو؟ لا يا يعني مش بحبه ومش بكرهه، انا ما جربتوش اصلا. انا يعني ما بملش للحته دي، بس انا عادي ما عنديش مشاكل معاها، بنزل عادي بروح حفلات وكده. لا عمري ما بس مش يعني مش بتبسط فيها يعني. اللي احنا عندنا اصلا في الجامعه، احنا جامعتي قريبه من هنا، العيال بقى بتفضل مشغله في العربيه بقى. ايوه ما هو في العربيه لكن حفلات. انا حاسس ان انت مختلفه. يعني طب قولي لي وانت غيرهم كلهم حبيبه قلبي. طب لا بجد والله، يعني انا دلوقتي لو احنا صاحبنا واحنا في حياه بعض، وانا مثلا جيتي قلت لي يا مودي انا نازله النهارده رايحه مشوار وبتاع وكده، وبعتي لي مثلا الاوتفيت اللي انت لابساه دلوقتي، فانا قلت لك لا انا مش عايزك تلبسي كوت، هل انت هتعملي ايه في اللحظه دي؟ بص هنتفق هنتكلم علشان كل حته بيبقى ليها لبسها. يعني انا رايحه حفله مش زي ما انا رايحه الجامعه، مش زي ما انا رايحه مثلا المرج عشان انا كنت ساكنه في المرج. انا عارف الرد الدبلوماسي ده. لا بتكلم بجد عشان انا دي بطبقها، بس يعني المبادئ ما بتتجزقش. يعني انا شايف ان اللي بيلبس مش عارف تحميني. اكيد هعرف احميك بس يا انت طول ما انت معايا ماشي. يعني احنا رايحين حفله ما ينفعش البس كوت؟ احنا دلوقتي كده رايحين حفله. رايحين حفله دلوقتي بلبسك كده انا شايف بصراحه ان لكل مقام مقال. يعني ما ينفعش انا ابقى نازله رايحه كافيه واروح البس دريس او البس قصير او البس حاجه اتراكتيف فالناس تقعد تبص لي وبتاع، لكن لو انا رايحه حفله وبتاع اكيد الحفلات عادي بتلبس فيها دريس، بس برضو بليميت يعني مش تلبسي يعني فاهمه ولا انت مش حته حلوه. ايوه بالظبط. انا حاسس ان انت متفقه معايا في حاجات كتير وانا برضه. يعني حتى حوار بيست فريند ده كانت جايبه لي عقده منه، بس هي يعني لسه بتكلم الاكس. لسه بكلم الاكس. او بصي هو انا أيوة اسمعي بقى، انا علاقاتي بكل اكسات حلوه. حلوه ايه؟ لان انا دايما مقتنع ان لو النهايات اخلاق زي تامر حسني كده. ايوه الاخلاق دي ايه يا بنتي؟ لا يعني. اقول لك يعني انا دلوقتي يعني مثلا ممكن اصحى الصبح الاقيك مثلا بعت لي ايه وحشتيني. لا والله بس هما لحد دلوقتي لسه ساعات لما بيتزنقوا في حاجه، انا مثلا عربيتي عطلت او كده هي يعني فتكلمني الصدر الحنين يعني. ما لو قريبه من البيت فبيتكلم. لكن انت انا منين؟ انت منين؟ انا من مصر الجديده. طيب انا عادي جنب بعض يعني. جنب بعض ازاي؟ انا اصلا كنت مصاحب من مصر الجديده بس بتاع عشان بعيده كده. يعني انا قلت لك تعالي لي وكده مش هتجيلي؟ لا هجيلك اكيد، بس انت اكيد برضو يعني مره ومره هجيلك ماشي. عامه حاجه لذيذه في حتت في المعادي حلو. ايوه طبعا نروح نشرب بوبا هناك. بحبها طبعا. لذ كده في لذ بقى نشربها. بس انت لذيذه يعني انا مبسوط بجد. وانت اموره بصراحه. انت كمان. هو انت بتحب البيرسينج والتاتوز وكده؟ سألوني السؤال ده قبل ما نبدا على طول. قالوا لي ايه اكتر حاجه انت ممكن تبوظ عليها اول ما تشوف البنت من غير ما تتكلم كده؟ قلت لهم ان هي تبقى عامله بيرسينج، بس قالوني فين مكان البيرسينج ده، فانا قلت لهم اي حته في وشها الا هنا. والله قلت لهم طب انا عاملاها ممكن اسيبها. المهم انا دخلت لقيت نوع عامله بيرسينج هنا، فعمال افكر بقى هو انا كده ابقى سخيف يعني ولا اعمل ايه؟ ببهرش كده لقيتها ما تنتليش هرشه. انا عندي 11 بيرسينج. عندك ايه؟ 11 واحد. انت ايه بتربيهم ولا ايه؟ وكان عندي هنا بس انا كنت عامله حادثه. طب التاتوز دي حقيقيه ولا فيك؟ لا كلها حقيقيه. هو ده ايه؟ ده ايه التعبان ده؟ ده تعبان وورد. يعني ايه بقى؟ يعني طيبه ولا شريره ولا الاثنين؟ انت برج ايه؟ عذراء ميزان. يعني الاثنين انت كل حاجه مشتركه. ما انا في اخر العذراء واول الميزان. يعني انت في النص بالظبط. طب انت شبه ايه اكتر، العذراء ولا الميزان؟ الاثنين واخده من ده ومن ده. عايز كده اوكي، عايز كده اوكي. اللي انت شايفه. ايه بقى يعني ايه اللي خلاك تعملي تاتو؟ يعني ايه اللي خلى الفكره تجيلك في دماغك كده؟ اللي هو دي قصه طويله حزينه نسمعها يعني دلوقتي؟ عادي قولي كده ملخص. شغلونا مزيكا حزينه يا جماعه كده اهو. يلا ماشي. هو في الاول انا كنت بس كنت في اعدادي وكنت عايزه اعمل تاتو بقى، اللي هو خلاص انا هعمل تاتو من غير ما حد يعرف. فعملت بقى دقات قلب، فكانت ساعتها بقى انا بت موته يعني فاهم. فبس بعد كده غيرتها. يعني ده كبر اصلا. اعدادي كنت لسه بتفكري في الموضوع وبتاع وكده؟ انا خلاص انا رايحه دلوقتي اعمل تاتو من غير ما حد يعرف. يعني ايه رايحه تعملي تاتو من غير ما حد يعرف؟ على فكره انا ما عنديش مشاكل معاكي كلك والله، انا بس عندي مشكله في حاجات بسيطه ممكن تتصلح. البيرسينج والتاتو. ايوه الحاجات دي بتضايقني والله. لكن انت قمر، انت ما بيكيش حاجه. انت كمان والله اتبسطت والله يا جماعه. والله وانا اتبسطت قوي بجد. صح احنا ننزل ديت حقيقي. صح سلمي عليا. ولان النهايات اخلاق برضو احنا متفقين ان ارجو من اكساته ما يكلموش تاني، لان الواد ده خلاص خطيبي. مش مصدق ده. وبكده حلقه النهارده تكون خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عايزين تطلعوا في الحلقه الجايه اعملوا ابلاي على اللينك اللي في الديسكريبشن.